راح نروح للمساحة يلي كتير بتهمه هي البيت. أكيد البيت هو الملجأ يلي بيروح الإنسان ليرتاح فيه. مين منا ما بيحلم ببيت مريح عملي، بنفس الوقت ديكور هالبيت لازم يكون حلو وطاقته جميلة. كل هدول التفاصيل إذا توفرت بالبيت أعطانا البيت شعور بالأمان، بالطاقة الإيجابية وبالراحة، ما بيكون للديكور أي فائدة. لنعرف أكثر عن طاقة المكان وخاصة طاقة المنزل، كيف من الممكن نرتب أغراضنا بحيث تعود علينا طاقة الإيجابية، معنا لليوم ضيفنا ضياء عكاري، مهندس معماري وأيضا دبلوم بالطاقة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباح جميع المشاهدين. يسعد صباحك ضياء وأهلا وسهلا فيك. يعني لما نحكي عن البيت أو المنزل، هو المكان اللي بنرتاح فيه واللي أكيد لازم يعني تتوافر فيه الشروط الراحة النفسية. لما نحكي عن الراحة بنحكي وخصوصا بعالم الديكور والهندسة، بنحكي عن الإضاءة، بنحكي عن توزيع الأثاث، عن المساحات، نحكي عن الألوان. خلينا نبلش معك بالألوان ونحكي عن الألوان يلي محبذ تكون موجود بالمنزل وألوان لازم نبتعد عنها. تماما، يسعد صباحكم مرة ثانية. هلا أول شيء نحن حكيت شغلة كتير كتير مهمة، اللي هي إنه المنزل هو دائما مكان اللي أنا بدي ألجأ له لحتى أحصل على الراحة أو لحتى ريح بالي من الشيء اللي عم يصير معي برات البيت. دائما نحن حياتنا أغلبها بتكون يعني شوي برا البيت وكتير بقلب البيت، فدائما حسب تماما طيب يعني دائما انا بحاول انه المنزل هو يكون ملجا لي، هو مكان اللي انا بدي ارتاح فيه. فلحتى انا احصل على هي الراحه لازم انا راعي كثير شغلات. هلا حكيتي كثير مواضيع طبعا لها تشعبات كثيره، اللي هي شيء له علاقه بالاضاءه، المساحات، الالوان، طريقه توزيع الفرش، طبعا هي كلها بتلعب دور كثير كبير. وبالنهايه بالمجمل انا بدي اشوف المحصله النهائيه لهذا الشيء. مثل ما خلينا نبلش بالالوان. تماما. هلا بالنسبه للمجال الالوان، هلا انا اول شيء بدي اعرف هي الالوان كيف عم تاثر فيني، بدي اعرف انا هي الالوان كيف بدي استعملها بقلب هذا الفراغ. طبعا كل مكان او كل فراغ في له خصوصيه، في له استعمال، في له وظيفه محدده لحتى انا اعرف شو بدي اعمل بهذا الفراغ. مثلا اذا رحنا على غرفه النوم مثلا، فانا بلاحظ انه بغرفه النوم انا لازم يكون في عندي شيء هدوء، في عندي سكينه، في عندي راحه حتى انا اقدر ارتاح بهي الغرفه. إذا بنروح مثلا لغرفة القعدة، شو الألوان عشان نكون يعني عم توصل معلومة؟ طبعا هلا رح نوصل للنتيجة. إذا بروح مثلا على غرفة القعدة، فأنا بحاجة لألوان مثلا لها علاقة بطاقة القعدة. مثلا أنا بدي طاقة عالية مثلا بهذا المكان أو بهذا الفراغ اللي هو غرفة القعدة. هلا شو طبيعة أو شو نوع الألوان؟ هون ساعتها أنا بروح على شيء اسمه نوعية. فدائما إحنا بتعريف الطاقة في عنا شيء اسمه نوع وفي عنا شيء اسمه كم. هلا الألوان هي مغيرات نوعية، فدائما أنا كل لون بدي أعرف شو عم يأثر. إذا بنروح مثلا على غرفة النوم، فأنا بحاجة الألوان تعطيني شو؟ تعطيني طاقة نوعيتها شو؟ نوعيتها محددة للنوم، مثل الألوان البنفسجية، مثل الألوان اللي إلى من درجات البنفسجي والأزرق الفاتح، تمام؟ فهي الألوان كلها بتساعدني على النوم، مو مثل ما بنعرف مثلا الأحمر أو الألوان الضايجة. بني أكثر شيء بني عم بيكون. لا لا، الألوان هي أبدا ما لها علاقة بهذا الشيء. يعني ضياء مثل ما حكيت في الوان محدده يمكن بتعطي طاقه، كيف اذا كانت الاوضه هيك ملونه مثلا او مثلا فيها كركبه ثياب مثلا، جميع الالوان هي ابدا ما بتعطي طاقه. خلينا نحكي يمكن عن قطعه الزريعه بغرفه النوم، هل مطلوبه؟ هلا قطعه الزريعه دائما هي شيء كثير منيح، لانه دائما هي الزريعه او الشيء الحي بيعطي طاقه حياه بقلب المكان. فقطعه الزريعه هي شيء كثير كثير منيح، بس بقلب غرفة النوم هي استعمالها منيح، بس الأفضل أنه تكون مثلا بغرفة القعدة، لأن دائما غرفة القعدة هي المكان اللي أنا بقعد فيه أغلب يومي، خصوصي إذا مثلا كنت ست بيت أو الأطفال، فدائما هدول بيقضوا وقت أكبر من باقي الأشخاص بقلب المنزل. فالأفضل أنه تكون بقلب غرفة القعدة مثلا، من غرفة النوم. بنفس الوقت أنا بدي أعرف كيف توجيهها بقلب غرفة القعدة أو بأي مكان تاني بدي حطها. دائما في عنا الحقل الطاقي بيجي من جهة الجنوب لجهة الشمال، فأنا دائما لحتى أحصل على التأثير المنيح أو التأثير الأعظم بقلب هذا الفراغ، أنا دائما بحاول حط هاي الشغلات المنيحة اللي هي قطعة الزريعة أو أي شيء تاني مغير نوعي بدي حطه بقلب هذا الفراغ، أنا دائما بدي حاول حطه بالجهة الجنوبية.
وبنفس الشيء بنفس الوقت انا بدي احاول بعد الشغلات اللي بتحمل طاقه سلبيه بدي بعدها عن الجهه الجنوبيه، لان دائما الحقل بفوت وبيحمل هي الطاقه بفوت لي اهل قلب هذا المكان. فمن الشغلات السلبيه اللي بتعطي طاقه سلبيه بقلب الفراغ هي الشغلات الكهربائيه مثل التلفزيون، ريسيفر، اذا عندنا مثلا بطاريات كذا، هي الشغلات كلها بتحمل طاقه سلبيه. اذا بدي احطها انا بالجهه الجنوبيه فحيكون تاثيرها كثير كبير، تاثيرها السلبي حيكون كثير كبير بقلب هذا الفراغ. فانا بدي احاول احطها مثلا على الجهه الشماليه او الشرقيه او الغربيه لحتى احاول انا احيد او اقلل تاثيرها قدر الامكان بقلب هذا الفراغ. طيب ضياء، كونك كنت عم تحكي عن غرفه القعده، خلينا نرجع على موضوع الالوان. شو الالوان اللي المحبذ يعني تتواجد بغرفه القعده؟ تمام، هلا مثل ما حكينا الالوان هي مغيرات نوعيه، فبقلب غرفه القعده انا في عندي بيكون كذا نشاط. يعني انا ممكن اكون مثلا قاعد عم اقرا كتاب بقلب غرفه القعده، بنفس الوقت ممكن يجيني ضيوف مثلا ممكن نستقبلهم بغرفه القعده، ممكن انا اقعد ما اعمل شيء اتفرج على التلفزيون، ممكن اقعد احكي مع اهلي. فهذا التنوع بالانشطه بقلب غرفه القعده بيتطلب مني انا انه احقق اكثر من نوع طاقه بقلب هذا المكان. دائما بمجرد ما صار في عندي اكثر من نوعيه واكثر من نشاط بقلب الفراغ نحن بنلجا دائما لنحقق توازن. التوازن اللي بيحقق لي هو اللون الاخضر ودرجاته. طبعا درجه اللون هي بتاثر على شده الطاقه او على نوعيه الطاقه. دائما كل ما كان اللون يعني قوي كل ما كان الطاقه تبعه اعلى، كل ما خف اللون كل ما خف معه التاثير تبع هذا اللون. فبنحاول دائما نلجا للون الاخضر، للالوان اللي فيها هيك طاقه حياه مثلا مثل الاصفر. فهي الالوان محبذه. هلا الاورنج تاثيره قوي، تاثيره هو بياثر على مراكز الطاقه السفليه اكثر من العلوي. فانا اذا بدي استعمل اورنج ممكن استعمل معه لون ثاني لحتى احصل انا على تغيير او على عده نوعيات من الطاقه. نعم، يعني يا ضياء ايضا يمكن تحت الهواء كنت عم تقلي في شغله بدك تنوه عليها وتضيء عليها يمكن عم تحصل بحياتنا اليوميه يمكن نحن ما ننتبه لها ويمكن ما بننتبه لها، خلينا نتعرف عليها. هلا هي الشغله بصراحه هي بعيده شوي عن موضوع طاقه المكان، بس هي تتعلق فينا كطاقيين او كاشخاص عايشين بقلب هذا الوطن. الشيء اللي بدي نوه عليه هو موضوع له علاقه بقانون الجذب. قانون الجذب مثل ما بنعرف كلياتنا هو اي شيء بنفكر فيه وبنركز عليه كثير بنجذبه لحياتنا اكبر. طبعا في شيء بندور عليه بدور عليه، تماما في شروط ثانيه طبعا لحتى يتحقق هذا الشيء، بس دائما كل ما زاد التركيز او كل ما زاد التفكير بهذا الشيء فانا عم اجذبه اكثر. فالشيء اللي انا كنت بدي انوه عليه حاليا انه احنا حاليا عم مر بفتره صعبه، خصوصا هي الفتره اللي مرقت خصوصا بالمنطقه او بوطننا الحبيب سوريا. فالشيء اللي بدي انوه له انه كنت امبارح عم قلب على الفيسبوك، ف يعني اكثر من بوست اكثر من شغله تكررت على موضوع الحرب، على موضوع التطورات الغلا الزياده الغلا كل هي الشغلات السلبيه سواء كانت عم تنطرح بطريق مزحه او عم تنطرح بطريق جد. فهذا الشيء كلياته عم يولد ذبذبات، الافكار كلياتها هي عم تتجمع، خصوصا اذا كان هذا الشيء كلياته عند اكثر من حدا، فهذا الشيء عم يجذب كثير شغلات سلبيه لحياتنا. فنحن ما يعني نحن بغنى عنا هذا الشيء، حتى لو كان مزحه او شغله فشت خلق، خلينا حتى لو فشت خلق فهذا الشيء عم يجذب. طب انا عم يعني بدل ما انا احكي هذا الشيء بطريقه سلبيه احكي الشيء الايجابي المقابل له، اطرح حلول، اجذب افكار حلوه، حلو. نطرح حلول تماما. يعني انا بدي احاول بعد عن الشغلات السلبيه، خصوصي اذا كان هذا الشيء وعي جمعي انطرح. هذا الشيء الوعي الجمعي هو يعني طريقه جذبه كثير رهيبه، يعني اكثر ما نتصور. يعني تخيل اذا انا وياك عم نفكر بنفس الموضوع، اذا اجى حدا ثالث كمان شاركنا نفس الفكره، اذا اجى حدا رابع صار خراب. فهذا الشيء يعني صرت مو بس انا اللي عم اجذب، صار الكل عم يجذب معي بنفس الوقت. طيب ليش ما كلياتنا نجذب شيء حلو او شيء منيح لحياتنا حتى نحاول نغير شوي بالواقع اللي عايشين فيه؟ يعني ضياء، موضوع مهم حكيت عنه، هي الطاقه السلبيه اللي عم تكون محيطه فينا وين ما رحنا، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نرجع لموضوع البيت، هيك بالوقت المتبقي خلينا ناخذ منك نصائح بشكل عام، انت نقاط حابب تضوي عليها. يعني احيانا سالي نحن بنفتح الباب بيت بنلاقي انه في طاقه مرتاحين فيه، وبيوت تانية بنفتح الباب بنحس غب على قلبنا، بدك تطلع غب على قلبي. فخلينا نحكي عن البديهيات اللي لازم تكون بتشكيل البيت من فتحه الباب. تمام، من فتحه الباب هلا مثل ما حكيتي دائما في اشخاص فوت لعندهم بحس حالي انها تعبان او بحس بملل او بحس ب ينام دغري على كنباي. احيانا الشيء بيكون بالعكس انه بيكون ستريس او وجع راس. فهي الشغلات هي كلها بتدلني انه انا في عندي مشكله بقلب هذا المكان، هي كلها تحذيرات وتنويهات انا لازم اخذها بعين الاعتبار. اول شيء مثل ما حكيت دائما انا بدي اطلع على الجهه الجنوبيه شو في عندنا، هل في عندنا مثلا شغلات كهربائيه، هل في عندي شغلات سلبيه عم تفوت لي طاقه سلبيه لقلب هذا المكان، ولا في عندي شغلات حلوه.
شغلات زريعة، طاقة حياة، ألوان حلوة مثل الأخضر. الأخضر كمان هو مثل ما حكينا لون التوازن. بدي انتبه على توزيع الفرش كيف يكون، بدي انتبه كمان مثل ما حكينا بغرفة النوم بتوجيه السرير كيف بده يكون. صحيح. يعني إذا في شباك يكون تحته دغري السرير ولا بالجهة؟ لا لا، السرير لازم يكون دائما بالجهة الشرقية غربية أو غربية شرقية. يعني أنا بدي أحط راسي على الشرق أو على الغرب، بدي احاول بعد انه انا احط التخت انه يكون راسي على الشمال او على الجنوب، لان دائما الحقل لما بده يفوت بقلب هذا المكان راح يعمل لي الطاقه من المراكز العليا للسفلى، فهذا الشيء راح يعمل لي مشاكل، او بالعكس من المراكز السفليه للعليا، فكمان هذا الشيء راح يعمل لي مشاكل بالنوم، راح يعمل لي مشاكل لما في الصبح، راح احس انا بعدم راحه بقلب هذا الفراغ، فهذا الشيء لازم ننتبه له كثير منيح. كمان شغله ثانيه كثير مهمه اللي هي موضوع التهويه وموضوع الشمس. دائما المكان المشمس بتحسي طاقته غير، لان الشمس هي دائما هي مصدر الطاقه الاول. صح. والاساسي عنا بالحياه. فانا ليش حتى ما افتح الجلايل مثلا الصبح بكير؟ ليش حتى ما افتح مثلا الشبابيك وفوت هواء نظيف على قلب الفراغ؟ فهذا الشيء كلياته بيلعب دور بالطاقه، هذا الشيء كلياته بيحط يعني بوصل لمرحله انا مرتاح بقلب هذا الفراغ. تمام. فليش حتى ما نعمله؟ يعني ضياء، بس نحكي قبل ما نختم هيك حديثنا عن هيدا الطاقه على البرادي شوي كمان. دائما البرادي هيك بتطفي للبيت كمان رونق خاص وحلو. في عالم بتشوف البرادي عندها صبه واحده حمراء، في عالم تخلط دانتيل مثلا مع شيء ثاني، في عالم بتحس بتميل للفواتح حسب فرش البيت، وفي عالم بتكسر لون. شو انسب شيء للبرادي يكون كلاسيكي مريح للنظر؟ هلا مثل ما حكينا بمجال الالوان، انا دائما بدي اشوف هذا الفراغ اللي انا عم استعمله شو وظيفته. تماما. فمثلا اذا حطيت برادي حمراء بقلب غرفه النوم، تماما، فهذا الشيء اذا كان مثلا على الجهه الجنوبيه فهذا الشيء راح يعمل لي مشاكل كثير بقلب النوم، وانا نايم رح احس بقلق، رح احس بتوتر، ممكن يوصل معي ل تمام، لان انا عم فعل اللون الاحمر، هو دائما بفعل المركز السفلي، الشاكرا السفليه، لان هذا الشيء له علاقه بطاقه الجسد بالمراكز السفليه، فهذا الشيء رح يعمل لي مشاكل توتر بقلب النوم، فانا مالي مضطر لهذا الشيء. شو لون البرادي؟ شو لون البرادي بالغرفة النوم؟ هي اللون الاميل للبنفسجي، الالوان الدرجات الفاتحه، البردي، الموف، هي شغلات كثير حلوه بقلب النوم، خصوصي مثلا بغرف الاطفال، فبدي راعي هذا الموضوع كثير منيح. حلو. تمام. بقلب مثلا غرف القعده او غرف الضيوف، انا هون عندي شويه حريه، مثلا ممكن اكسر لون ثاني، مثلا اذا كان لون الجدران مثلا على الاخضر، ممكن لون ثاني احط معه اصفر مثلا، او لون ثاني مناسب له، فانا هون في عندي حريه اني اكسر. تمام. يعني كمان الموضوع بيلعب دور اذا انا كنت فاتح هي البردايه مثلا او مسكره او على طول مثلا. صح. في حركه، فهذا الشيء كمان بيلعب دور بقلب الطاقه بهذا المكان. يعني ضياء، يمكن تفاصيل صغيره ممكن نحن نشتغل عليها بقلب البيت تعمل فرق كثير كبير، ممكن نفضي مساحات، نكب اشياء كثير قديمه، كل هالشغلات بنرجع بنحكيها بلقاءات قادمه. شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا، مره ثانيه صباح الخير. شكرا كثير. لا لا.